يعني ايه منتجات كيميائيه تدخل جسمك وايه اضرارها؟ طيب هو في الاول المنتجات الكيميائيه اللي انت بتتكلمي عليها ديت ليها فوائد ولا لا؟ هي ليها فايده انها بتخسس. تمام، بتخسس يعني عشان هنفرح انها بتخسس، عشان في ناس كتير بتستسهل وبتقول لك انا هاخد قرص او حبايه او حاجه من دي هتخسسني. تمام، جميل، هو هتخسسك ولكن هتجيب لك معاها مشاكل كتير جدا صحيه. طيب بقى مشاكل صحيه كتير جدا. طيب مشاكل صحيه زي ايه؟ زي حاجات التخسيس اللي بتبقى كيميكال دايما بيبقى فيها نسب عاليه جدا من الكافيين. الكافيين دوت بالعقل كده، انت لو شربتي قهوه ههايبر ومش هنام وهتوتر بالظبط، هيجيلك ارق، ضربات قلبي هتبقى سريعه، ضربات قلبك هتزيد طبعا، الضغط هيزيد. طيب ده انت بقى لو مريض ضغط او مريض سكر او اي حاجه من الحاجات دي، انت كده بتودي نفسك للوفاه، مش بتودي نفسك لانك حتى يجيلك اعراض جانبيه. تمام، طيب دي حاجه. في حاجه تانية زي الامراض العصبيه والنفسيه، بنلاقي كتير جدا من مستخدمي الادويه المصرحه وكل حاجه، بس ادويه كيميائيه يعني، بتلاقيه بيعاني من على طول اكتئاب. ليه اكتئاب؟ لانه هو ايه فكره الدواء، هو ايه فكره الدواء اللي بيخسس؟ فكره الدواء اللي بيخسس انه بيشتغل على المخ. اوكي، بيشتغل فين؟ على المخ. المخ، فالمخ يدي اشاره ان انا ايه شبعان، فجسمك يعني هو بيشتغل على مركز المخ، مركز الشبع، الشبع في المخ. برافو عليك. اوكي، فالمخ يعمل ايه؟ يدي اشاره ان انا شبعان. طيب لما يدي اشاره ان انا شبعان الجسم مش هياكل، بس هل انت حقيقي شبعان؟ لا طبعا، لا، هو انت اصلا ما اكلتش، جعان ومحتاج، انت اصلا جعان، فالجسم بيبدا يحصل له ايه؟ يحصل له خلل في نواقل الحركه، فبتلاقي جسمه على طول متنرفز، على طول متعصب، مكتئب، بيتخانق من اقل سبب. طب هل ده بس؟ لا، ده في ربطوا اخر الابحاث، ربطوا ان استخدامي لمنتجات كيميائيه ممكن تؤدي على اللونج ران، على المدى الطويل، لسرطانات. يعني انا قصدي بصي بقى الاعراض او الحاجات يعني اللي هاخدها، ده يعني سرطان وفاه كلها حاجات طبعا كتير احنا جدا عنها، لا تقارن بان انا اخس. طب وليه ما انا معايا حل طبيعي؟ والحل الطبيعي موجود في ايدينا يا جماعه، وهنحس بالشبع الطبيعي. خلي بالك بقى، ونحط تحتها مليون خط دي زي ما قلتي، هحس بالشبع الطبيعي. يعني ايه طبيعي؟ يعني انا فعلا هبقى اكل حاجه الياف صوتي، انا ببدا اخدها قبل الغداء او قبل العشاء، قبل الوجبتين يعني اللي الاساسيين، اللي هي الياف طبيعيه 100%. بالزبط. بتنزل المعده تعمل ايه؟ تنفخ يعني تنفش كده في المعده، وتديني احساس حقيقي بالشبع. مش احساس وهمي بالشبع زي المنتجات الكيميائيه، لا، احساس حقيقي بالشبع. طيب في الاونه الاخيره او في اخر يعني كم سنه كده، ظهرت كمان مش بس منتجات كيميائيه، لا، دي منتجات كيميائيه مجهوله المصدر، ده مضروبه، ما انت مش عارفه ايه ده. لا، احنا الياف سوتي طبعا مصرحه من وزاره الصحه، ما هو ده اللي انا قصدي عليه، مصرحه من وزاره الصحه، حاصله على شهاده الايزو في جوده التصنيع، ودي الحاجات الكريديبيليتي او دي الحاجات اللي بتدي ايه بقى زي ما بنقول كده مصداقيه، ما تمشيش ورا الحاجات المجهوله. اذا كان الحاجات اللي بتتباع في الصيدليات الكيميائيه بتعمل لي اعراض جانبيه، فما بالك الحاجات اللي زي ما بنقول كده بقى ايه تحت بير السلم والحاجات الغريبه، مجهوله المصدر ومش واخده تصريح. يبقى نخلي بالنا كويس جدا من الحاجات دي، لازم ابقى عارف تصريح وزاره الصحه، ما يجريش وراها عشان بتخسس بسرعه وبتسد نفسي. ده خلي بالك اللي بتخسس بسرعه دي الحاجات المصرحه، اما بقى الحاجات اللي هي اللي مجهوله المصدر هي ممكن ما تكونش بتخسس اصلا. انا عارف منين دي حاجه، بس عقبال ما اكتشف بقى الموضوع، عقبال ما اكتشف هيكون بقى ايه جالي واحد واثنين وثلاثه، اعراض اكتئاب واعراض نفسيه واعراض جسمانيه ونقصان في الفيتامينات والمعادن. يعني بندخل في دوامه من الامراض ما بنطلعش، احنا في غنى عنها، احنا في غنى عنها، عايزين نخس ونكسب صحتنا. احنا عايزين نخس طبعا، والشكل يبقى حلو طبعا، وما اجيش بعد شهرين يجي يقول لي يا ريتني ما خسيت، لا، انا كنت وانا مليان احسن. فاهم قصدي؟ فدي اهم حاجه ان احنا نوصل للمعادله دي، ان انا بخس بامان ومن غير حرمان. تمام، شايفه المثلث ده؟ اخس بامان من غير حرمان.